لقد وجدت أنه ليس متعباً أن نتلقى بعض الخبرة قدر الإمكان في حل نظام المعادلة الخطية، لذا دعونا نقوم بحل هذه. ما سأفعله هو أنني سأحلها باستخدام مصفوفة الزيادة، وسأضعها بنموذج درجة الصف المنخفض. ما هي مصفوفة الزيادة لنظام المعادلات هذا؟ 3 معادلات ب3 مجهولات. إذن ستكون علي أن أضع هذه المعاملات. إذن معاملات عبارات X هي 1 و1 و1، ومعاملات عبارات Y هي 1 و2 و3، ومعاملات عبارات Z هي 1 و3 و4. ودعوني أوضح زيادتها. ثم هي تساوي 3 و0 و-2. الآن أريد أن أضع مصفوفة الزيادة هذه بنموذج درجة صف منخفض. أولا لدي 1 أساسي هنا، وهو مدخل محوري. دعوني أضع أي شيء آخر في ذلك العمود مساويا للصفر. سأغير الصف الأول، سيصبح 1 1 1، ثم الخط الفاصل، ثم لدي 3. الآن حتى نقوم بتصويره، دعوني أستبدل الصف الثاني بالصف الأول ناقص الصف الثاني. إذن 1 ناقص 1 يساوي 0، و1 ناقص 2 في الواقع أفضل شيء نفعله، لأنني أريد هذا أن يكون 1 على أي حال. دعوني أستبدل هذا الصف بهذا الصف، أي بالصف الثاني ناقص الصف الأول، بدلا من الصف الأول ناقص الثاني. يمكنني فعل ذلك، الصف الثاني ناقص الصف الأول. 1 ناقص 1 يساوي 0، و2 ناقص 1 يساوي 1، و3 ناقص 1 يساوي 2، و0 ناقص 3 يساوي -3. الآن أريد تصفير هذا أيضا، لذا دعوني أستبدل هذا بهذه المعادلة ناقص تلك المعادلة. إذن 1 ناقص 1 يساوي 0، 3 ناقص 1 يساوي 2، 4 ناقص 1 يساوي 3، و-2 ناقص 3 يساوي -5. هذا كافي، لقد حصلت هنا على المدخل المحوري. لدي مدخل محوري آخر هنا يقع على يمين هذا، وهو ما أريده لنموذج درجة الصف المنخفض. الآن أنا بحاجة لأن أصوب هذا المدخل وهذا المدخل، أحتاج لتصفيرهم لنفعل ذلك. سأحافظ على هذا الصف، الصف الثاني الذي لدي، الصف الثاني وهو 0 1 و2 و-3، وجزء زيادة منه -3. وحتى نقوم بتصفير هذا، ما يمكنني القيام به هو أنه يمكنني أن أستبدل الصف الأول بالصف الأول ناقص الصف الثاني، فأحصل على 1 ناقص 0 يساوي 1، و1 ناقص 1 1 ناقص 1. إنني أستبدل الصف الأول بالصف الأول ناقص الصف الثاني. إذن 1 ناقص 0 يساوي 1، و1 ناقص 1 يساوي 0، 1 ناقص 2 يساوي -1، ثم 3 ناقص ناقص 3 يعادل 3 زائد 3، ويساوي 6. إذن 1 ناقص 0 يساوي 1، 1 ناقص 1 يساوي 0، ثم 3 ناقص ناقص 3 يساوي 6. أرغب دائما بالتأكد أنني لم أرتكب خطأ غير مقصود. الآن دعوني أتخلص من هذا المدخل، دعوني أقوم بتصفير هذا. دعوني أستبدل الصف الثالث بالصف الثالث ناقص 2، الصف الثاني ضرب الصف الثاني. إذن لدينا 0 هنا، هذا ناتجه 0، و2 ناقص 2 ضرب 1 يساوي 2 ناقص 2، أي 0، و3 ناقص 2 ضرب 2 يساوي 3 ناقص 4، أي -1. ثم أخيرا
سالب 5 ناقص 2 ضرب سالب 3 يو، دعوني أكتب ذلك. سالب 5 ناقص 2 ضرب سالب 3 ويساوي سالب 5 ناقص ناقص 6، أو يساوي سالب 5 زائد 6 ويساوي 1. لقد أدركت أنني لم أقم بعمل أي خطأ غير مقصود، إذن هذا يساوي 1. لقد انتهيت تقريبا، لكنني لم أصل إلى درجة نموذج الصف المنخفض بعد. هذا يجب أن يكون موجب 1 لكي نصل إلى هنا، لا يمكن أن يكون هذا شيء أقل من 1. هذا هو شكل نموذج الصف المنخفض، ثم أنه هذا يجب أن يتم تصويرها. حسنا، أبسط شيء يمكن فعله، دعوني أضرب هذه المعادلة بسالب 1 فتصبح موجب 1، وهذا يصبح سالب 1. ثم سأحتاج إلى تصفير هذان، دعونا نفعل ذلك. إذن المعادلة سأحافظ على الصف الثالث كما هو. الصف الثالث الآن هو 0 و0 و1 وسالب 1، 0 و0 و1 وسالب 1. والآن أريد تصفير هذا. ما يمكنني فعله هو أن أضع الصف الأول مساويا للصف الأول ناقص الصف الأخير، لأنه إذا تم جمع هذان سيكون الناتج صفر. على ماذا سأحصل؟ 1 زائد 0 يساوي 1، 0 زائد 0 يساوي 0، وسالب 1 زائد 1 يساوي 0، وستة زائد سالب 1 يساوي 5. الآن أريد تصفير هذا الصف، وما يمكنني فعله لكي يتم تصفير هذا الصف هو استبداله بالصف الثاني ناقص 2 ضرب الصف الأول. إذن 0 ناقص 2 ضرب 0 يساوي 0، و1 ناقص 2 ضرب 0 يساوي 1، و2 ناقص 2 ضرب 1 يساوي 0، وسالب 3 ناقص 2 ضرب سالب 1، دعوني أكتب هذا، سالب 3 ناقص 2 ضرب سالب 1. لا أريد ارتكاب أي خطأ. هذا كم يساوي؟ يساوي سالب 3 ناقص الناقص 2، أي ناقص الناقص 2، ويساوي سالب 3 زائد 2، وهذا يساوي سالب 1. والآن لدي مصفوفة زيادة بنموذج درجة الصف المنخفض، المدخلات المحورية فقط المدخلات الموجودة في أعمدتها. كل مدخل محوري في عموده الخاص يقع على يمين المدخل المحوري الذي يقع قبله. وفي الواقع لا يوجد لدي تغيرات حرة، كل عمود يحتوي على مدخل محوري. لذا دعونا نعود إلى مصفوفة الزيادة ونضع متغيراتها هنا. على ماذا نحصل؟ نحصل على x زائد 0 في y زائد 0 في z وتساوي 5، وهو ذلك العمود هنا. ونحصل على هنا 0x زائد 1y زائد 0z ويساوي سالب 1، هو ذاك العمود. ثم أخيرا لدينا 0x زائد 0y زائد 1z ويساوي سالب 1، وهو ذاك العمود. وهكذا قمنا بحل نظام الثلاثة معادلات التي تحتوي على ثلاثة مجهولات. تلك هي المعادلة، لقد كتبتها بهذه الطريقة، لكن بكل وضوح يمكنني أن أقرب إشارات المساواة. وأتمنى أنكم وجدتم ذلك مفيداً.